هل يجوز الإمام يقول آيات الكرسي ويسبح 99 وبعدين الناس بعدين يقول؟ لا، كل واحد لحاله. كل واحد لحاله. لا، هو الله في نفسه. مو بالإمام يقولهم إلى يحمل يعني يتابعونه. لا، الإمام وحده وكل واحد وحده. طب إذا رأى ناس تعمل هذا كده؟ نعم. إذا رأى ناس بتعمل كده؟ يعلمهم. هذا مو مشروع. يعلمهم. يدعو إلى الله ويعلم الناس خير. وهذا مو مشروع يا إخواني. كل واحد يدعو بينه وبين نفسه ويقول الله بينه وبين نفسه.